استشهاد الأسير أبو حميد بعد عذاب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال. على هذه التفاصيل يطلعنا السيد حسن عبد رب الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين. أسعد الله صباحكم بكل الخير. يسعد صباحكم والرحمة والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أهلا بكم. أهلا بك. يعني للأسف هذا الخبر الذي أحزن الكل الفلسطيني، وكنا بين الفينة والأخرى نتخوف من أن نسمع نبأ استشهاد أبو حميد، لكن يعني من عن جهية الاحتلال، حيث كانت هنالك أنباء من داخل المشفى تفيد بأن الاحتلال كذلك يرفض فك قيود الأسير ناصر أبو حميد من سرير المرض والوفاة بذريعة انتظار قائد المنطقة وممثل ما يسمى مصلحة السجون لآخر نفس ولآخر لحظة، يحاول الاحتلال أن يبتكر طرق أكثر شناعة وأكثر بشاعة في الانتهاكات وفي جرائمه المتواصلة بحق أسرانا والشهداء منهم. نعم، يعني نترحم على روح الشهيد القائد ناصر أبو حميد، ولكن هذه جريمة جديدة من جرائم إدارة مصلحة السجون وسلطات الاحتلال ترتكب بحق أسرانا البواسل عبر القتل البطيء والإهمال الطبي المتعمد، والاحتلال وحده يتحمل كافة المسؤولية عن تداعيات وتبعات هذه الجريمة، وهذا قدر شعبنا الفلسطيني مناضليه وثواره ومجاهديه وفدائيه الذين انتشقوا سلاح الحرية وسلاح المقاومة بأن ندفع هذه الضريبة وهذا الثمن الباهظ من أجل مقدساتنا ومن أجل حقنا في العيش بكرامة وطنية وإنسانية في وطننا فلسطين. الاحتلال معروف عنه بإجرامه وبحقده، وإن كنا عجزنا عن تحرير الأسير والأسرى من سجون الاحتلال، لكن علينا أن نبقى ممسكين بقضيتهم وفية ووفاء لوصية الشهيد ناصر أبو حميد الذي قال بأنه ترك شعبا عظيما لن ينسى القضية الفلسطينية، القضية الوطنية، ولا قضية الأسرى. وبالتالي علينا أن نهب للتعبير عن رفضنا وسخطنا وغضبنا على هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يمعن في سياساته وإجرامه. نعم، أيضا إذا أردنا أن نتحدث كيف تبدو الأوضاع داخل سجون الاحتلال، خاصة بعد أن تم الإعلان عن استشهاد أبو حميد، كانت هنالك أنباء متعددة فيما يتعلق وإعلان الحداد لثلاثة أيام داخل الحركة الأسيرة. أطلعنا على التفاصيل إن أمكن مع الحركة الأسيرة. نعم، يعني داخل السجون تم الإعلان عن حداد ثلاثة أيام وإعادة وجبات الطعام في خطوة واضحة للتعبير عن استنكار الحركة الأسيرة وغضبها وسخطها على جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت بحق الأسير الشهيد القائد ناصر أبو حميد. نعم، أيضا فيما يتعلق سيد حسن بخصوص ربما الفعاليات الخاصة بهذا اليوم وضرورة الوقوف والالتئام مع بعضنا البعض إلى جانب هذه القضية وقضايا وملفات الأسر، ربما فقدنا الاتصال بالسيد حسن عبد الرب وسنعود لاحقا، لكن التذكير مرة أخرى بضرورة أن نقف ونلتحم إلى جانب بعضنا البعض في ما يتعرض له الأسرى، خاصة الأسرى المرضى في ظل هذه الاعتداءات المتواصلة بحقهم والإصرار على سياسة الإهمال الطبي، خاصة للأسرى المرضى الذين يعانون أمراضا خطيرة جدا كأمراض السرطان وأمراض أخرى نتيجة إصابات سابقة برصاص جيش الاحتلال. نواصل معكم وأينما كنتم في هذه اللحظات وضمن